شاهد أعيان. سيدي مرحبا بك، يعني كيف هي الصورة في درعا الآن؟ حاليا في درعا يعني الوضع مزري جدا. الوضع حاليا في درعا يعني لا يوصف أبدا أبدا أبدا. أنا حاليا أقف على ضواحي درعا مباشرة خط تماس. الدخول إلى درعا مستحيل أبدا نهائيا. نقاط تفتيش جيش، نقاط تفتيش أمن، نقاط تفتيش. طبعا الجيش متعاطف جدا مع الشعب للعلم، يعني متعاطف، ولكن يبدو أنه يعني مفروض عليه من جهات أعلى منه. ما هذا الشيء اللي واضح، يعني ضباط الجيش بترجونا ترجاية أنه إحنا نبتعد. مساعدات طبعا مستحيل تدخل. القرى كلها عم تتضامن مع المدينة، ولكن للأسف الشديد المربعات اللي ذكرها الأستاذ عبود البوق النظام بالفعل تطبقت مربعات، قسموا درعا إلى مربعات. حاليا المسافرة لا نعلم عنها أي شيء نهائيا، محاصرة تماما للمسافرة، وهي مدينة يعني قريبة من درعا جدا، تابعة لدرعا. الصنامين، النوى، ازرع. اليوم دخلن دبابات لمدينة درعا، تعزيزات، دخلن 22 دبابة لمدينة درعا، رغم انه درعا يعني فيها السلاح الكافي والسلاح المدجج والقوات المدججة. فمش لحد الان احنا مش عارفين شو الصورة اللي بتحصل جوا. هل من انباء عن ضحايا اليوم في درعا؟ اليوم في ضحايا. طبعا انا شاهد عيان، ان شاء الله تعالى اكون صادق معك، شاهد عيان قريب جدا من الحدث، ولكن اللي هربوا اليوم من درعا البلد بالاخص هربوا عبر الوديان طبعا، ها، وبصعوبه، وفي نساء هربت. وصف ان الوضع شيء مبكي، والله العظيم يعني شيء يعني ما بعرف، لا يوصف نهائيا. طبعا الجثث بالشوارع، في جثث يا أخي، في جثث حلفوا بالله أنها متفسخة، يعني إلها من أول يوم دخلوا درعا ما في إنسان بيقدر يشيلها نهائيا. أنا أشكرك ولنا عودة إليك حتما في نشراتنا اللاحقة مجددا. شكرا جزيلا.